السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. تقدم شرح الكتاب الباب وعشر من مسائله، والآن نبدأ بالحادية عشرة من هذه المسائل، وهي مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. العكوف هو لزوم الشيء، ومنه الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله. فالعكوف على عمل الخير إذا لم يشغل عما هو أهم منه فهو من مطالب الشرع، والعكوف على عمل الشر لا شك أنه من المحرمات، لا سيما إذا كان ما كان فيه من شرك أو وسيلة إلى الشرك. والعكوف على المباحات وملاذ الدنيا هذا لا شك أنه مذموم. وإذا رأى الإنسان الناس اليوم عجب وذهل من عكوفهم على هذه الآلات، فتجد الإنسان يمضي الساعات الطوال ولا يرفع رأسه عن هذه الآلة، هذا عكوف وهذا لزوم، ويشغله. إن قلنا إنه يستعمله في مباح، لا شك أنه يشغله عما هو أهم من ذلك، من ذكر الله جل وعلا، ومن صلة الأرحام، ومن بر الوالدين. تجد عند أمه أو عند أبيه لا يرفع رأسه من هذا الجهاز، وأمه تنادي يا فلان ويا فلان، يمكن في إذنه سماعة ولا شيء ولا يسمع. وهذا هو الحاصل، وهذه فتنة عمت وطمت ودخلت جميع البيوت، لا يستثنى من ذلك إلا القليل النادر. ورأينا بعض الأئمة مجرد ما ينصرف من الصلاة إلى المأمومين يخرج الجوال، علشان شو بيفوت؟ شو اللي بيفوت؟ وأول ما ظهرت هذه الوسائل المرئية من التلفزيون عكف عليها بعض الناس و نظروا في أخبارها وكورتها ومصارعتها، وصار كل وقتهم لها. فذكر لبعض المشايخ وأن قال إن هذا العكوف محرم، بل وصفه بما هو أشد من ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في جميع ما يأتي وما يذر. مع الأسف أنه الآن نشأ عليه الصغار، بل معرفة الصغار لهذه الأجهزة أعظم وأشد من معرفة الكبار. وحتى أن هؤلاء الصغار لمعرفتهم بها أصيبوا بالغرور. ذكرت لكم في مناسبات أن رأيت طفلا عمره سنة ونصف واقف، وما هو بعيد عن الجوال، قريب وهو واقف لأنه قصير، سنة ونصف عمره، لكن من الكبر يقلب الجوال بأي شيء بأصبع رجله. يعني المسألة وصلت إلى هذا الحد، بأصبع الرجل يقلب. هذا كله نهم بهذه الأمور. على الآباء أن يتقوا الله جل وعلا في ناشئتهم، لا ينشئهم على هذا. نعم المباح لهم أن يزاولوا ولهم يستمتعوا بحياتهم، لكن ما تصير على حساب الآخرة أو على حساب التنشئة الصالحة. تجده لا يحفظ شيئا من كتاب الله ولا من السنة ولا من أقوال أهل العلم، وتجد كل ما في مخزون هذه الأجهزة ملم به ومطلع عليه، ويقرأ كل ما كتب ويرد ويرد عليه. ضاعت الأمور بهذه الطريقة.
ولذا قال مضرة العكوف على القبر. هذا مسألة العكوف على القبر من الشرك وغيره، إذا كان يعبد من دون الله هذا الشرك الأكبر، وإذا كان يعبد الرب جل وعلا عنده هذه من وسائل الشرك ومن أعظم البدع. المقصود أن العكوف على المباحات، خلونا في المباحات، مع أن في هذه الأجهزة من الشرور شيء لا يخطر على البال، وحصل بسببها من الفجور والمنكرات شيء ما يمكن يغطيه هيئة ولا غيره، نسأل الله السلامة والعافية. شخص في الستين من عمره ومعدود من أهل العلم أوى إلى فراشه في الساعة الثانية من الليل بعد أن صلى الوتر، وأراد أن طلع الجوال يبي يطلع قصيدة منونية ولا شاطبية ولا شيء من هالقصائد، رأيث ما يأتيه النوم، مش اللي طلع له؟ أنا في مسجد، والله إن الذي طلع صورة عارية، امرأة من غير طوعه ولا اختياره، ولا استطاع أن تذهب هذه الصورة إلا أن قفل الجوال وسحب البطارية، ما أدري سوى. فتن فتن مدلهمة عظائم هذه الأشياء، يعني شف آثارها ونتاجها في أفراد الناس وكثرة الكلام الإلحاد والزندقة وتداول الشباب له واطلاعهم على أخبار العالم كلها والخبر الآن وفي ثواني يصل إلى الناس كلهم، بينما كنا في عافية وسلامة لا نعرف هذه الأمور. قد يخفى علينا شيء من الخير الذي فيها، لكن غير مأسوف عليه في مقابل هذه الشرور التي ابتلينا بها. في قرية من القرى حدثني شايب يناهز المئة الآن، قال جاءنا الخبر ونحن نقرأ القرآن العصر إن اليوم عيد، وبلدان مجاورة لنا معيدين. هذا في مقابل مثل هذه الأمور وانتشار الخير وأخبار الخير، لكن شوف المقابل، يعني هذه الحسنات في غمار وبحور هذه السيئات مغمورة بلا شك، كما أن السيئات اليسيرة في بحور الحسنات الكبيرة مغمورة. المقصود أن الشيخ يقول مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، إذا عبد الله جل وعلا عند قبر ويعبد الله ويصلي لله ويقرأ لله ويذكر الله، هذه من وسائل الشرك ومضرتها عظيمة. وأول ما بدأ في قوم نوح أنهم عكفوا على قبورهم ثم صوروهم بعد ذلك. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل، ولا شك أنها من الوسائل، وسائل الشرك، فإذا نصبت هذه التماثيل لأمر ما ولهدف ما كما فعل قوم نوح لما صوروا ومثلوا وقالوا نتذكر بهم عبادتهم، ثم بعد ذلك نسي العلم ودرس ونسخ فعبدوهم. الآن الصور الكبيرة التي تعلق في المجالس وغيرها للكبار والعظماء، هذه قد يخشى من أن يتطور أمرها إلى أن تعظم التعظيم المحرم، مع أن أصل التصوير هذا معروف حكمه، لكن مسألة التعظيم شيء آخر. معرفة النهي عن التماثيل والحكمة بإزالتها، الثانية عشرة، يعني لماذا نزل هذه التماثيل؟ لأن مظنة، يعني أولا التماثيل محرمة، المجسم مجمع عليه، وما لا ظل له هو محل كلام لأهل العلم، ولكن المرجح كما دلت عليه النصوص كما في حديث القرام وغيره أنه داخل في التحريم. والحكمة في إزالتها لئلا يحصل الغلو بها فيحصل التعظيم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة،
معرفة شأن معرفة عظم شأن هذه القصة، يعني قصة قوم نوح مع أصنامهم وتماثيلهم، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، لأن الإنسان قد يقع فيها أو في نظيرها وهو لا يشعر، وقد وقع كثير من الناس في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف الشديد في مثل هذا أو فيما هو أشد منه، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، لأن هذه البدع ينشأ عليها الصغير ويربو عليها الكبير ويهرم عليها وهو لا يستشكل. لماذا؟ لأن هؤلاء العوام الطغام الذين ما يعرفون من نصوص الكتاب والسنة ولا بلغهم شيء من الحجة يرون شيوخهم المعظمين، يرون شيوخهم المعظمين وهم من خرجوا من طلعوا إلى من خرجوا إلى هذه الدنيا، وهم قال يا شيخ فلان تقبل يده ويحتفى به بل يحصل معه شيء من الغلو. فإذا قيل له هذا يا أخي حرام لا يجوز، قال أنت ما أنت بعرف من فلان ولا أعلم من فلان وقريب منه وليس مثله. إذا قيل للعامي أنت تعمل كذا والدليل على كذا، أنت يقول أنت أعرف من الإمام أحمد، ما يناقشك بالدليل الآن، هو ليس من أهل النظر، لكن أنت أتيت له بدليل في أصل المسألة بحيث يفهمه، فيقول لك والله ما أنت بعرف من فلان ولا فلان ولا من الأئمة في مسائل التقليد. على كل حال العوام فرضهم التقليد، لكن إذا سمع الواحد منهم الدليل يجب أن يتوقف حتى يعرف الراجح من المرجوح بسؤال من يثق بعلمه ودينه ممن تتوافر فيه الشروط الثلاثة، وليس في فتواه مفتٍ متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لبعض الناس تجد عنده ورع لكن عنده دين لكن ما عنده ورع، تكلم بما شاء، تجد عنده دين ما عنده علم، أو عنده علم ولا عنده دين، وهذا موجود في مع الأسف في صفوف المتعلمين. لكن إذا اجتمعت الشروط الثلاث علم والدين والورع هذا تبرأ الذمة بتقليده. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، يعني هؤلاء الشيوخ الذين هم في الأقطار في المغرب في مصر في الشام في الهند في غيرها من البلدان في تركيا، هؤلاء ما قرأوا القصة في تفسير ابن كثير أو ابن جرير أو في كتب التواريخ؟ هل يقال أنهم ما قرأوا؟ قرأوا ويقرؤون من النصوص الصحيحة في البخاري وغيره، ولهم شغف ببعض الكتب مثل البخاري، هذا يردد في جميع الأقطار كالورد عند بعضهم، لكن هل يقرؤونه للانتفاع أو للبركة؟ كثير منهم يقرأ للبركة ويرى ما يناقض ما هو عليه ويقول شيوخنا أعرف، وهذه عقدة الإعجاب بالكبرى وتقدم ذكرها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، يعني ما يقال أنه والله صعب الكلام ما يفهمونه، ما قيل اقرأوها في كتب المنطق ولا في كتب الفلسفة ولا في كلام معقدة ما نفهم، حتى ولا في كتب الأصول يقولون ما نفهم، هي موجودة في كتب التفسير والحديث ويعرفونها ويعرفون ألفاظها. بالمقابل الكلام الرديء الذي جرى على لسان بعض المبتدعة وفيه الكفر الصريح في كلام بعض علماء وحدة الوجود اللي ينتسبون لوحدة الوجود في كلام بن عربي وغيره، خلونا على المكشوف، تجد الكلام المحاد والمناقض لكلام الله ورسوله.
ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. ثم يأتي من يقرأ هذا الكلام يقول أنتم ما تفهمون، ما تدروا وش يعني أنتم، وش يدريكم أنتم؟ لا أنت ولا شيخك ابن تيمية يفهم هذا الكلام. حنا نقول كلامنا مفهوم، هذا بالتفاسير والحديث. ايش بيقول ما تفهمون أنتم؟ يعني إذا جاءوا بكلام واضح مثل الشمس يقول ما تفهمون، حنا نقول أنتم تفهمون، لكم عقول وعندكم معرفة بالعربية وأساليب العرب، وبعضهم متخصص في علوم الشرع وما يسنده من علوم العربية وبارز، ويقرأ هذا الكلام ولكأنه يسمع، نسأل الله العافية. ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حال بينه وبين قلوبهم، لا واضح ما يحتاج إلى تفسير، لكن الله جل وعلا حال بينهم وبين قلوبهم فلا يدركون. وهكذا يصل الأمر إلى أن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. الآن الذي يدعو إلى تحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع أطلق عليها الكفر، كفر شيخ الإسلام والشيخ محمد كفر، ودعوتهم إلى إيش؟ إلى التوحيد. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. قد يتكايس الإنسان ولا يصادم مصادمة واضحة مثل النار، يقول هذا يختلف عن فعل قوم نوح، طوه مثله، لئلا يقال له شوف الدليل، قال لا هذا يختلف. وش وقت الاختلاف؟ شيوخنا يعرفون، احنا ما نعرف، وهذه إحالة على غير مالي. واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، مثل ما قلنا أن من يدعو إلى التوحيد يحكم عليه بالكفر، كفر. الخامسة عشرة التصريح أنهم لا يريدون إلا الشفاعة، هم عبدوهم قالوا ليدخلون الجنة ليقربونا إلى الله، قالوا ليغفروا لنا ذنوبنا، قالوا ليقربونا إلى الله الذي يغفر الذنوب. لكن بعض الطوائف ممن يتكلمون به على الملأ صرح بما هو أعظم من ذلك، وفي المطاف تحت الكعبة يقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، هو بيرجو شفاعة؟ لا، صار هو الإله. مثل هذا ماذا ترك لله؟ نسأل الله السلامة والعافية. حتى وصل بهم الأمر إلى أن قال قائلهم، وهذا ما هو افتراض أو كلام متقدمين غلاة موجود الآن يردد في القنوات، يقول وعندي عهد من أبي عبد الله عن الحسين أن أحدا لا يسمع كلامي إلا بكى، فبأبي عبد الله لو نزل الجبار لبكيته، نسأل الله العافية. ومع ذلك يزعمون أنهم حماة الإسلام ويكفرون الطوائف الأخرى، والله المستعان، كلام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، لكن هذا ايش يريدون؟ يريدون مغفرة، مسألة شفاعة. الآن صرح بعضهم بما هو أشنع من ذلك وأعظم مما يدل دلالة واضحة على أنهم لا نظر لهم في الإسلام ولا يريدون الإسلام، وإنما يريدون هدم الإسلام من بداية المذهب إلى يومنا هذا.
قال والله هذا معتدل هذا كذا، هذا مذهبهم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا عبادتهم. الذين صوروا الصور، العلماء الذين صوروا، أولا يعني ما أدري والله عن كونهم علماء، هم قوم صالحين، أولئك قوم صالحون، فقالوا نصورهم لنتذكرهم ونتذكر عباداتهم. أمن جاء بعدهم ها؟ العلم الذي هو السبب الذي من أجله صوروها، سبب أنهم يتذكرون عبادتهم وينشطون إذا رأوهم. أليس في عباد الله من إذا رؤي ذكر الله وهم موجود؟ موجود الآن على مر الزمان، لكن هؤلاء صوروهم ليذكروا الله وينشطوا على العبادة، ثم بعد ذلك نسي العلم ودرس العلم، عبدوا من دون الله، جاءهم الشيطان وقال ترى ما صوروهم إلا ليعبدوهم. ويجي من يجي من ينتسب مع الأسف إلى السنة ويقول أنه إذا صلى خلف إيش؟ صلى خلف صنم، صلى خلف صنم، يقول ما تكفروا لأنه احتمال أنه اتخذه سترة. طيب عنده غيره، وش جاء بالصنم له أصلا؟ نعم، ما الذي جاء بالصنم لبيته ويصلي إليه وتقول لا هذا سترة؟ الله المستعان. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أرادوا عبادته، وهذا هو المآل. بعد أن درس العلم ونسي قال لهم الشيطان إنهم صوروهم ليعبدوهم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى. لا تطروني كما أطرت النصارى. البوصيري يقول دع عنك ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت بعد ذاك من الكلم، أو قل اللي تبي، بس لا تقول اللي قاله النصارى أنه هو الله ابن الله وثالث ثلاث والبادي ما عليكم. كل أنواع العقول، كل أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله قلها في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن دع عنك ما ادعته النصارى في نبيه، علشان إيش؟ ما تقع في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى، وما عدا ذلك قل ما شئت، قل ما قالته اليهود، قل ما قاله المشركون، قاطبة ما عندك مشكلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى، دع عنك ما ادعته النصارى، لا تقول ثلاث هو الله وابن الله وثالث ثلاث، تجنب هذه الألفاظ والباقي قل ما شئت من الكلم، وقل بعد ذاك ما شئت من الكلم. ثم في البيت الذي يليه ادعى أن الآيات أنه مظلوم، محمد عليه الصلاة والسلام أنه مظلوم، ما جاء من الآيات ما يبين منزلته التي تليق به. هذا البيت الآن ما أضبطه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. شو أوضح من هذا؟
ما الكلام الذي يكون أبين من هذا؟ ومع ذلك كل كلامه وكل بيانه نوقض مناقضة تامة ممن ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام، ويزعمون حبه، ويقيمون الموالد، ويقيمون السهرات التي يرون أنه يحضر فيها ويسمونها الحضرة، ويقومون قيام وقوف وهم جالسون يقولون دخل النبي عليه الصلاة والسلام. واحد من شيوخ أنصار السنة جاءه واحد في حيه من المتصوفة من المعاصرين، قال له لعلك ترحل عن حينا. قال ليش؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتضايق من وجودك، يتضايق من وجودك في هذا الحي، فلا تحرجنا مع الرسول، صلى الله العافية. قال طيب أنت ورا ما ترحل؟ قال الرسول تعود على هذا البيت ويجينا وتردد علينا وما أدري. ها؟ قل لا تحرجنا. كلام يليق بأن يقال في مقامه عليه الصلاة والسلام، يجعله مثل أحد الناس وأفرادهم، يتردد على شخص مايس وفلس. الثامنة عشرة نصيحته عليه الصلاة والسلام إيانا بهلاك المتنطعين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهل هذا خبر أو دعاء؟ يعني الأسلوب خبر لكنه يراد به الدعاء عليهم بالهلاك، وواقعهم الهلاك. يعني يصح أن يكون خبر باعتبار أنه أخبر عن هلاكهم في الحال أو في المآل، وهو أيضا في الوقت نفسه يحتمل أن يكون دعاء عليهم بأن يهلكهم الله جل وعلا. المتنطعون، المتقعرون، المتشدقون، المتشددون. التنطع لا يلزم منه أن يكون بهذه المنزلة التي التشدد المخرج عن حيز الاتباع، قد يكون في أمور الدنيا، يأتي شخص تعلم شيء من العربية ويدخل السوق ويخاطبهم بها باللغة العربية الفصحى وبالكلام المتتابع، العامة ما يعرفون هذا، هذا يسمونه تنطع وتشدق، ويكون حينئذ مسخرة للناس. قال إذا قال أنا أريد أن أعيد الناس إلى لغة القرآن، بس ليس بهذه الطريقة فرد واحد يستطيع أن يعيد الناس ويردهم. نعم إذا بذلت جهود كبيرة متضافرة تكون على مستوى إعادة الناس ممكن. نشوف بعض المشايخ الوافدين ويتكلم ويقرأ بعض الأمور ويتحدث ببعض القضايا، تجد التكلف، تجد التكلف، والله المستعان. التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، تصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم. كانوا في بداية الأمر يتذكرون بها، يعبدون الله جل وعلا عند قبورهم لينشطوا بذلك، هم يعبدون الله. ثم صوروا هذه التماثيل تذكرهم بهم بعد مدة وأمد وانقراض هذا الجيل،
قال لهم الشيطان أنهم ما صوروهم تذكروا، إنما صوروهم ليعبدوهم حتى نسي العلم. ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العلم العلم، من يصحح لك عباداتك إذا جهلت؟ العلم. صلاة المسيء بما صححت؟ العلم منه عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس من العامة تجد يصلي العقود وفي صلاته خلل ولا يسأل عن صلاته، وبعض المصلين أيضا فيهم غفلة لا ينبهوا مثل هذا الجاهل عن الدين. النصيحة من نصيحته أن تصحح له صلاته، من نصيحته أن تصحح له عباداته. المقصود أن العلم قدره عظيم، وجاءت بفضله وشرفه نصوص الكتاب والسنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شو مقدار الدرجة؟ ها 25 سنتي ولا ثم بين السماء والأرض؟ الرفعة ليست سهلة، والعلم يسير على من يسره الله عليه وأخلص فيه ومسك الجادة من أولها، وقد آتاه الله من الأدوات ما يتمكن به من الحفظ والفهم. وإلا قد يطلب العلم السنين الطويلة ولا يدرك شيئا. ورأينا من هذا النوع من ضاع عليه الصلاح ظاهر والعبادة لكنه ما مشى على الجادة، ويحضر الدروس من درس إلى آخر ومع ذلك ما كتب له شيء من العلم مع طول المدة. ومثل هذا يكفيه حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة. فطالب العلم على أي حال رابح، أدرك أو لم يدرك، وعليه أن يبذل ما يستطيعه من الأسباب، والنتائج بيد الله جل وعلا. تاجر قد يتعب ليل نهار وعشرات السنين وفي النهاية لا شيء. وقل مثل هذا في المزارع، مثل هذا في الصانع، مثل هذا في جميع الأعمال. ففيها بيان معرفة قدر وجوده، وجود العلم، ومضرة فقده. ذكرنا في درس الأمس: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بالعلم. بالعلم. الآن لو تسأل أي شخص من المجتهدين في العبادة ويصلي، تقول كم أركان الصلاة؟ ما يفرق بين ركن وبين سنة. لابد أن يعرف الأركان، يعرف الشروط، يعرف الواجبات، يعرف السنن، لئلا يقع فيما يخل في صلاته ولا يشعر. فإذا كان هذا العلم الذي يصحح لك أعظم العبادات، طيب إذا كان ما يعرف شروط لا إله إلا الله ولا يعرف ما تثبت ولا ما تنفي، على خطر. وليس عن هذا أن العام مطالب بالاجتهاد في هذه الأمور، لا، لكن يأخذ منها شيء ينير طريقة في الكليات في الأصول. في حديث صاحب الشجة الذي أصيب، في حديث جابر عند أبي داود، فشج في رأسه، حضرت الصلاة، قال: هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا: لا، ما نجد لك رخصة والما عندك. اغتسل فمات،
مات الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه كلام ترى، أي صاحب الشجة، قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ جهلوا، فإن شفاء العي السؤال، فإن شفاء العي السؤال. ومن الذي يسأل؟ أهل العلم، أهل العلم. في واحد من الذي يعظون العوام، وهو شبه عامي لكنه عنده أساليب وعنده أشياء، هو يعظ الناس، قال: أنت اللاعب عندك أفضل من العالم، كل الشباب. قال: نعم، اللاعب نجم. ها؟ قال: إلا مات أبوك تجيب عالم يغسله، ولا تجيب لك مطوع من هاللي ما تبيهم أنت. المسألة مسألة رأي، والعالم شأنه في الأمة عظيم، أعظم من مسألة مطوع ولا عابد ولا، إلا إذا تخلف العلم فلا قيمة، تخلف العمل فلا قيمة للعلم، لأن الثمرة العظمى من العلم هي العمل. ولذلك يقول: ومضرة فقده العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء، أن سبب فقد العلم موت العلماء. في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. والشيخ يقول: إن سبب فقد العلم موت العلماء، هذا قبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما أكثرهم الآن مع الأسف الشديد، لا كثرهم الله، ولن تصدروا في المجالس وتسنموا المناصب، ومع ذلك هم في الحقيقة جهال. وإن زعموا أنهم عندهم شيء من العلم، وإن ادعي لهم العلم، وإن حملوا على الشهادات، لكنهم في الحقيقة جهال. هذا يسأل يقول: ما هي المدة التي خلالها ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب متن التوحيد؟ ما أدري والله، يعني هل ألفه في شهر أو في شهرين أو كذا، هذا المقصود؟ أول، لأنه لا يمكن أن ينطبق عليه السؤال الثاني إذا قلنا بالفهم أنه ألفه في أول عمره أو في آخر عمره، حتى أول عمره وآخر عمره يخالف زمننا في كثير من الأمور. لأنه يقول: هل يقال بأن هذا المتن كثير من أبوابه يتناقض مع التطبيق، خاصة وأنه ألف في زمن يخالف هذا الزمن؟ دين الله واحد، القرآن واحد، السنة واحدة، وكيفية التعامل مع الكتاب والسنة واحد. نعم، هناك أمور اجتهادية تؤثر فيها المصالح إذا زادت والمفاسد إذا زادت. المقصود أن أصول الدين والقضايا المشهورة في الأمة والقضايا المعروفة هذه لأول الزمان وآخره. ما نقول والله كتاب التوحيد ألف له 300 سنة أو 230، نعم أكثر من 230، حوالي 250 سنة، قرنين ونصف، يقول ما يصلح زماننا، هو قصة ولا رواية تنتهي في وقتها. قال الله قال رسول، فهو صالح لكل زمان ومكان، ولا شك أنه علاج لكثير من القضايا الموجودة في كثير من أقطار المسلمين مع الأسف الشديد.
والمسلمون بأمس الحاجة إليه وإلى مثله، لأنه يعالج قضايا كبرى تناقض أصل الدين التوحيد. ما يقال هذا المتى يتناقض مع التطبيق، ما هو بصحيح، بل يتكلم عن قضايا موجودة بحروفها الآن، وكما قيل لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. ها شو؟ لكن الكلام على الواقع، احكم على الكتاب بغض النظر. كثير من الناس اهتدى ولا يقرأ للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودونه ردة فعل في كثير من أقطار المسلمين بعد أن لبست الشبهة الوهابية على ما قالوا، وأنه يكفر المسلمين ويفعل ويترك، صار فيه ردة فعل، صار ما يقبل كلام الشيخ ولا تقرأ كتبه، بل تحرق كما أحرقت قبل ذلك كتب شيخ الإسلام ابن القيم. فبعض الناس يجتهد ويخلع الصفحة الأولى ويخليه بدون اسم، فقرأه أكثر من واحد واهتدوا بسببه، وبعضهم يحذف اسم والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيقول محمد بن سليمان إلى نسبة لجده التميمي، وقرأه الناس واستفادوا منه وترجموه إلى اللغات. فكون الشيخ رحمة الله عليه صغير السن أو ابن عباس يفتي وعمره نعم في العقد الثاني، يعني من 17 أو 16، والإمام مالك أفتى وعمره 17 سنة، هذا معروف عند أهل العلم الذي ينبغ ما يمنع من التأليف والفتوى، لكن المحظور أن يتزبزب الطالب، أن يتزبزب قبل أن يحصرم، يعني ما يمر بالمراحل المطلوبة فتجده يتشيخ من أول الأمر، هذا اللي يضيع بنفسه ويضيع غيره. أما إذا تأهل فلا أحد يمنعه سواء كان كبيرا أو صغيرا. هذا ينقل عن فتح الباري يقول: قال النووي تبعا لعياض: الشفاعة خمس، الأولى في الإراحة من هول الموقف، الشفاعة العظمى، الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، الثالثة في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا، الرابعة في إخراج من أدخل النار من العصاة، الخامسة في رفع الدرجات. بقي ها شفاعة الخاصة لأبي طالب. المقصود أن هذه الشفاعات الخمس، الإراحة من هول الموقف هذه متفق عليها، وإدخال قوم الجنة بغير حساب معروفة عند أهل العلم، قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا، قوم حوسبوا واستحقوا العذاب ودخلوا النار ليسوا من أهل الخلود فشفع فيهم فأخرجوا من العصاة، أخرجوا من النار، وأيضا في الدرجات فيه من يشفع كالأفراد في الوالد والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. بالمناسبة ابن حزم يقول أن أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر وبقية العشرة. لماذا؟ لأنهن في منزلته ومعه عليه الصلاة والسلام.
في منزلته. هؤلاء أمهات المؤمنين رفعنا إلى درجته بسببه، ومعلوم أن ما يثبت تبعا لغيره ليس كمن يثبت له الأمر أصالة، وهذا حتى في واقع الناس معروف، تجد السائق أو الخادم في بيت من بيوت الأثرياء عيشته أفضل من حال كثير من أوساط الناس، ولو نظرت إليه بمفرده لا شيء. فأمهات المؤمنين على جلالتهن وعظم منزلتهن وقدرهن، وهذا مما لا شك فيه، ليسن مثل أبي بكر وعمر، وإن كن فوقه في المنزلة تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فقد يثبت الشيء تبعا لغيره لم يثبت له لو كان منفردا. يقول: دليل الأولى، سيأتي التنبيه عليه بشرح حديث 17، الأولى اللي هي الشبع العظمى. ودليل الثانية قوله تعالى في جواب قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم، كذا قيل. ويظهر لي أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب، وقد قدمت بيانه في شرح الحديث المذكور في الباب الذي قبله. ودليل الثالثة قوله في حديث حذيفة عند مسلم، ننتظر الأذان. يقول: ودليل الثانية قوله تعالى في جواب قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم، كذا قيل. ويظهر لي أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب، وقد قدمت بيانه في شرح الحديث المذكور في الباب الذي قبله. ودليل الثالثة في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا. يقول: ودليل الثالثة قوله في حديث حذيفة عند مسلم: ونبيكم على الصراط يقول: يا رب سلم. وله شواهد سأذكرها في شرح حديث 17. ودليل الرابع ذكرته أيضا فيه مبسوطا، دليل الرابعة في إخراج من أدخل النار من العصاة، يعني من أهل الكبائر الذين استحقوا العذاب وهم في الأصل تحت المشيئة، من شاء عذبه ومن شاء غفر له، فهؤلاء الذين دخلوا النار بسبب هذه الكبائر يخرجون منها، ما لهم من الخروج، إما أن ينالوا ما يستحقونه من العذاب ثم يخرجون، أو تنالهم شفاعته عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء يخرجون، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل السنة، ولم ينكر هذه الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة على ما تقدم من بيان مذهبهم من خلود العصاة في النار باب الكبائر. ودليل الخامسة هي رفع الدرجات، قوله في حديث أنس عند مسلم: أنا أول شفيع في الجنة، كذا قاله بعض من لقيناه، وقال: وجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرفا لشفاعته. قلت: وفيه نظر، يعني ليس بواضح. وفيه نظر، لأني سأبين أنها ظرف في شفاعته الأولى المختصة به، والذي يطلب هنا أن يشفع
لمن لم يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفاعته. وأشار النووي في الروضة إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه مع أنه لم يذكر مستندها. وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة وهي التخفيف عن أبي طالب في العذاب، وهذه ذكرت في الشفاعات الست. وزاد بعضهم شفاعة سابعة وهي الشفاعة لأهل المدينة لحديث سعد رفعه: لا يثبت على لأوائها أحد إلا كنت شهيدا أو شفيعا له، أخرجه مسلم. ولحديث أبي هريرة رفعه: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها، خرجه الترمذي. قلت القائل بن حجر: وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس الأول. نعم، هذه شهادة عموم ليس شهادة أو شفاعة بنوع بعينه من الشفاعات المذكورة. ولعد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من أشفع له أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف. أخرجه البزار والطبراني، وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر رفعه: أول من أشفع له أهل بيتي، ثم الأقرب فالأقرب، ثم سائر العرب، ثم الأعاجم. وهذان الحديثان فيهما ضعف كما هو معلوم. وذكر القزويني في العروة، في العروة الوثقى، شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن تقصيرهم، ولم يذكر مستندها، ويظهر لي أنها تندرج في الخامسة. وزاد القرطبي أنه أول شافع وزاد القرطبي أنه أول شافع في، وجعل عليها رقم سبعة، دخول أمته الجنة قبل الناس. وهذه أفردها النقاش بالذكر وهي واردة، ودليلها يأتي في حديث الشفاعة الطويل. وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل الكبائر من أمته وليست واردة لأنها تدخل في الثالثة أو الرابعة. وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي الثامنة، الشفاعة في من استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة. ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: السابق يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يرحمه الله، والظالم لنفسه، وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على أن أهل الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. ومن الطرائف أني سئلت عن وقف مصرفه لمن استوت حسناته وسيئاته، يعطى حسنة منه، يقول لا يعطى حسنة من هذا الوقف. تصرفات الناس فيها عجب، تجديد، يقول هذا الوقف لما استوت حسناتهم وسيئاتهم، لكن ما يزاد على حسنة واحدة علشان ترجح الحسنات ويستفيد من هذا الوقف أكثر من واحد. يقول: وقد تقدم قريبا أن أرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. تسعة، التاسعة، وشفاعة أخرى وهي شفاعته في من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ومستندها رواية الحسن عن أنس كما سيأتي بيانه في شرح الباب الذي يليه، ولا يمنع من عدها، ولا يمنع من عدها
قول الله تعالى له ليس ذلك إليك، لأن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج، وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت، وقبولها قد وقع وترتب عليها أثرها. فالوارد على الخمسة أربعة، فالوارد على الخمسة، يعني الخمسة الأول، على أربعة المتأخرة، وما عداها لا يرد، لا يرد، وما عداها لا يرد، كما ترد الشفاعة في التخفيف عن صاحبي القبرين وغير ذلك لكونه من جملة أحوال الدنيا، يعني لا يرد شفاعة في الدنيا في البرزخ وليست في الآخرة. مذكور هذا، ذكرناه أمس، لعل في قوله ودليل الثانية وهي إدخال قوم الجنة بغير حساب، قوله تعالى في جواب قوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أدخل الجنة من أمتك، لا اللي بيشفع بهم بيدخلون الجنة بغير حساب، أول وهلة هم اللي لا حساب عليهم، أما من يحاسب ما يدخل في هذا. دع عنك ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يقول وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. لو ناسبت قدره أو راح، أيها الافتراء، لو ناسبت قدره آياته عظما، يعني لو أن اللي جاء في المصحف في القرآن مناسب لحال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لكنه في الحقيقة أقل، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا، يقول أسفه، أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، لو يذكر اسمه بس الميت الحياة، يقول لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. نشوف لنا سؤال، هنا مسألة أو في الباب الذي يليه، لأنه يسأل عنها، هذا محكم الصلاة في المقبرة، وبيتجي بالباب اللاحق، وإن كان لها علاقة في الباب السابق لكنهم بحثوها في الباب اللاحق. وفيها حديث أبي مرثد لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها في صحيح مسلم. الصلاة في المقبرة عند أهل العلم، منهم من يرى الصحة مع التحريم، وأن النهي إنما هو لأمر خارج عن ذات العبادة وشرطها، لكن البقعة شرط لصحة الصلاة، البقعة شرط لصحة الصلاة، وهذا النهي عن هذه البقعة، فالصلاة حينئذ لا تصح. ومنهم من يقول أنه يفرق بين المقبرة القديمة والجديدة، وبين المقبرة المنبوشة وغير المقبوشة، والمنبوشة التي اختلط ترابها بصديد الموتى، وكل هذا بناء على أن علة النهي النجاسة، لكن هذا غير صحيح، وإنما علة النهي نجاسة الشرك المعنوية، نجاسة الشرك، والنجاسة الآدمي طاهر. على كل حال الصلاة في المقبرة لا تصح، والعلة في ذلك
نجاسة الشرك ولا النجاسة العينية التي يزعمون أنها إذا فرشت أو بلطت أو طينت نعم تزول العلة، لا تزول. يعني هذا إقرار اللي عندهم. كل العبادات في من عبد الله، هذا فهم شيخ الإسلام رحمه الله، جاء بالترجمة أعم من الواقع، في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ عبد الله بأي نوع مما يتقرب به إلى الله جل وعلا؟ يرد على هذا مسألة، وهو أنه قد تكون يعني شهود الجنازة ولا دخول المقبرة في وقت الأذكار، نعم في وقت الأذكار الصباح والمساء، يعني دخلت المقبرة تسكت ما تقول شيء، لأن هذا الذكر عبادة ويتقرب إلى الله جل وعلا ويشمله كلام الشيخ. ولا شك أن هذا أحوط، صلاة الميت مستثنات، الجنازة مستثنات، جاء بها النص صلاة الجنازة. ها إيه بس أنت ما أنت بتتقرب بهذا الدعاء لنفسك، وجاء به الحديث النص اسألوا له التثبيت. والفائدة من زيارة القبور نفع الأموات بالدعاء لهم، ما تقصد بذلك أن هذه البقعة أفضل من غيرها من أجل الدعاء أو من أجل العبادة، أن تدعو لهذا الميت على وجه الخصوص هذا يختلف. ها؟ تسمى مقبرة هي، ولو لم يكن فيها إلا قبر واحد، استقبال القبر عند الدعاء غير القبلة. هم قالوا يستقبل وجه الميت عند السلام ويستقبل القبلة عند الدعاء، هذا المعروف. إذا صار عدد كثير استدار حول القبر، يعني هذا غير مقصود أنه يستقبل يستقبله من أجل لذاته كما يفعلون عند قبره عليه الصلاة والسلام، يستدبرون القبلة ويتجهون إليه عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز. ينكر على من يستدبر القبلة ولا؟ والله ينبه ينبه.